هذا واحد من المشايخ المصلحين يقول حضرت مجلس الصلح من أغرب مجالس الصلح التي حضرتها في حياتي. هذا المجلس كان بين أم عمرها فوق 70 سنة وولدها اللي عمره تقريبا 40 سنة. هذا الرجل متزوج وعنده أبناء وهاجر أمه وقاطعها من 3 سنوات تقريبا ما يكلمها ولا يجيها. يقول الشيخ لما بديت أذكره بالله يا فلان اتق الله ما يصير هذه أمك. يقول كل ماله يزيد نفور وإنكار حتى ما يطالع في أمه. يقول الشيخ وأنا أتكلم وهو ما يطالع في أمه شوية كذا قامت الأم وجات ومشيت إليه ما وقفت عنده. يقول حتى وقفت عند ولدها وقالت له قم قم الله يحرق قلبك مثل ما حرقت قلبي. احذر أن تكون سبب في قهر وحزن وغبن والديك وكن سببا في سعادته.